اوريكم بس كده معايا زوم. تمام ماشي، نعمل كده. بصوا يا شباب، انا دلوقتي عندي داتا سيت كده عن محلات البيتزا، تمام، اللي هو ديتيل ده اي اوردر ديتيل ده اي دي والاوردر اي دي. بصوا يا شباب، عارفين ايه الفرق ما بين ده والجزء ده؟ بصوا كده وتلاحظوا، ده اسمه 1 2 2 2 2 2 3، وده 1 2 3 4. عارفين ايه الفرق ده؟ انا بس عايزكم تسمعوني بس. الجزء ده اسمه فورين كي. انتوا سامعيني ولا لا؟ تمام، سامع حضرتك. الجزء ده اسمه، ثواني اوريكم بس حاجة كده. مش ده، السلام عليكم. صباح الخير استاذ محمد، يا صباح الفل. صباح الفل يا صبري، صحتك ايه؟ الحمد لله انا كويس. بص يا يا شباب، رب. تعال بس كده نرجع دي كده. الفرق ما بين الجزء ده والجزء ده، ده وده، انت شايفين الحتة دي؟ شايفين الجزء اللي هو اوردر اي دي واوردر ديتيلز اي دي؟ الو، انتوا سامعيني ولا لا؟ هاي خلاص، بصوا ايوه هوريكم بس على تمام. حاجه. الاوردر اي دي ده، الاوردر ديتيلز اي دي حاجه اسمها برايمري كي. برايمري كي، البرايمري كي دي الفكره فيها. البرايمري كي ده بي ايدنتيفاي كل عمليه حصلت في التيبل ده. بي ايدنتيفاي ازاي؟ يعني بيقول لك مثلا ايه، ان الاوردر ديتيلز اي دي رقم 1 اتعمل فيه الاوردر ده، اوردر ديتيلز اي دي رقم 2 اتعمل فيه الاوردر ده. ملوش علاقة بقى هل 1 و2 دول تبع عميل ولا تبع اوردر معين، لا، هو ده من الاخر ما فيهوش دوبليكيت. يعني لو عملت كده وشفت الدوبليكيت مش هتلاقي دوبليكيت. ليه؟ لان ده من الاخر المفتاح الاساسي لكل صف في التيبل ده. اي تيبل يا جماعة، اي تيبل خلقه ربنا جوه داتابيز بيكون فيه برايمري كي. يعني من الاخر تلاقي زي معرف للجدول ده. يعني بيقول لك الجدول ده حصل فيه مثلا 300 ترانزاكشن او 300 عمليه بيع، فتلاقي ال 300 عمليه بيع ب 300 ايدنتيفاي، اسمه حاجه اسمها اي دي. يعني تلاقي بيقول لك، زي يقول لك ايه، اوردر اي دي، كاتيجوري اي دي، سيلز اي دي. ده اي عمليه بيع او اي حاجه بتحصل في الجدول ده بينزل معاها رقم، ده بيبقى الرقم ده بيبقى المعرف الاساسي بتاع السطر ده. يعني لو انا جيت مثلا قلت له انا عايز السطر رقم 12، هيجيب لي المعرف، هيجيب لي الحته دي. فاهمين الحته دي ولا لا يا شباب؟ لا، ممكن تاني؟ معلش، انا اتلخبطت ما بين الاوردر ديتيلز اي دي والاوردر اي دي. بص يا شباب، الاوردر اي دي ده، الحته دي الاوردر اي دي ده مثلا تلاقيه في حاجه، يعني اقولها لك ازاي، ده يخص مثلا عميل معين. يعني مثلا هقول لك ازاي، يعني 9 دي كلها ممكن تكون تخص عميل واحد. يعني الجزء ده كده ممكن يكون يخص عميل واحد، تمام، اللي هو رقم 9 ده كله، تمام. ده كده الاوردر اي دي، او عارف الاوردر اي دي، خليك من دي كده، دي من الاخر اسمها ترانزاكشن. عارفين يعني ايه ترانزاكشن؟ يعني عملية البيع، صح ولا غلط؟ اللي هي الفاتورة، رقم الفاتورة. فسامعيني كده يا شباب؟ تمام. فرقم الفاتورة، سيبك بقى من رقم الفاتورة دي، كل دي فاتورة لعملية بيع كلها. خدت بالكم؟ يعني رقم 9 دي كأنها فاتورة، فدي كلها فاتورة. ثواني انا فين؟ فرقم 9 دي، تعالى كده نجيب رقم 9 دي كده اهي. شفت
ثواني عشان الجهاز فجأة. انتوا كده شايفين كده يا شباب؟ الو، تمام يا باشمهندس. يعني بصوا، ده اسمه رقم الفاتورة. فالفاتورة دي، الفاتورة رقم 9 دي، اتعمل فيها كل الاوردرات دي، تمام؟ فهو بقى بيقول لك بقى ايه في الجداول. في الجداول بيبقى لكل صف ليه برايمري كي او ليه معرف او ليه رقم معين. يعني تقول له انا عايز اروح في الصف رقم 15 في الجدول ده، هيجيب لك الصف رقم 15 في الجدول ده. فاهم قصدي؟ تمام. فاهمين الفكره دي؟ يعني قصدي ان هو ايه، بكل ريكورد، يعني اي تيبل بيبقى فيه الصفوف دي بتبقى اسمها ريكورد في الاس كيو ال. اي ريكورد بيحصل في التيبل ده بيبقى ليه رقم معين. فاهمين قصدي؟ كده وصلت شويه؟ كده تمام، وصلت. بس كده. يعني اي ده تيبل ده يا جماعه بيحصل فيه عمليه البيع. رقم الفاتوره اهي، بس اي سطر بيحصل بيتكريت له رقم معين. خلاص كده يا شباب؟ كده وصلت؟ تمام. دي اسمها برايمري كي، دي وصلت. اسمها برايمري كي. اما بقى الفورين كي، الفورين كي ده بقى بيبقى عباره عن ايه؟ بص يا شباب، مش احنا قلنا ده كده البرايمري كي، يعني نسمي ده بقى بدل بقى دي كده اسمها برايمري كي. في تمام، اسمه برايمري كي. تمام، البرايمري كي ده بيعرف اي بيع، اي حركه بيع بتحصل في الجدول بيبقى ليها رقم مختلف، بيبقى ليها رقم مختلف. اما بقى الفورين كي، الفورين كي ده عادي ممكن يكون متكرر. بس هنا بقى ركز، ممكن مثلا نيجي هنا كده ونقول له ايه، ان رقم الفاتوره دي اسم العميل. هو في ايه؟ انا حسن، ثواني كده معلش، عشان حسن الدنيا صعبه. تمام اهو كده يا شباب. فبقول له ايه بقى، ان رقم الفاتوره اللي هو رقمها 9 العميل بتاعها اسمه محمد. الو، انتوا كده سامعيني؟ انتوا شايفين اللي انا بعمله ولا لا؟ تمام. فنيجي بقى نقدر نربط الفاتوره دي يعني نخش كده نربطها برقم الفاتوره دي. فاهم قصدي ايه؟ يعني لما باجي بقول له انا عايز اربط الداتا اللي في الجدول ده بالداتا اللي في الجدول ده، هيقول لك فين الفورين كي؟ هتقول له اهو، انا عايز اربطهم عن طريق ايه؟ رقم الفاتوره. تمام كده يا شباب؟ ده اسمه فورين كي، اسمها فورين كي. سامعيني ولا ايه؟ تمام. ثواني بس نحط الشاحن بقى كده. فهي الفكره في الفرق ما بين البرايمري كي، البرايمري كي ده اي حاجه بتحصل في الجدول بيسجلها عن طريق ارقام. اما الفورين كي ده اللي انت بتربط بيه جدول بجدول تاني. وصل كده شويه يا جماعه؟ يعني لو انت جيت كده كتبت هنا برايمري كي اند فورين كي، عشان بس اوريكم الحته دي، عشان انا دي ما قلتهالكوش قبل كده. بص، تعرف مثلا اي واحد من هنا، لا مش دي، انا مش عايز دي، انا عايز مثلا دي. انتوا سامعيني كده؟ انتوا شايفين اللي انا شايفه ده كده؟ ده اسمه، شايفين دي كده اسمها فورين كي، ان هو رابط العمود رقم واحد بالعمود رقم واحد اللي هو في الجدول التاني. اما البرايمري كي، تعالى كده نشوفها كده في حاجه تبقى واضحه اكتر، لان انا مش شايفها واضحه قوي. ثانيه، انا معلش سامع، بس مش انا بس بشرحها لكم كده، لكن انا ما كنتش انا بس قلت ما اوريها لكم عشان تبقى انتوا فاهمينها. يعني دي نفسها اسم محمد، نفس البايفت، بيفت، الباور بيفت، صح؟ زي الباور بيفت، صح كده، صح كده، زي الباور بيفت، صح كده. احنا يعني باللينك بنعمل نربط التبولات زي بعضيها بالظبط. بص اوريك حاجه، بص اوريكوا حاجه.
بص دي كده، بص دي كده صبرا، هنا ايه اللي مميز الجدول ده؟ اللي مميز الجدول ده بيقول لك ايه، ان الامبلوي نمبر ده رقمه 1001، فطبعا اي حاجه جوه الجدول ده الرقم، رقم الموظف ما بيبقاش متكرر، فبتبقى ده الحته دي الجزء ده بتاعه اسمه برايمري كي، ان مفيش اجزاء متكرره فيه، فبيبقى العمود بتاع رقم الموظف او الاي دي بتاع الموظف بيبقى ده الاساسي بتاع الصف. تمام، هنا بقى الديبارتمنت نمبر ينفع تربطه بالجدول ده. بص بيقول لك ايه، ده اسمه فورين كي اهو، الفورين كي تقدر تربطه بالجدول ده كده، والجدول ده الاساسي فيه البرايمري. يعني بصوا انا عايز بس اوصل لكم حاجه، الفورين كي من الاخر ده اللي بتربط بيه في الجداول، والبرايمري كي ده اللي بيبقى اي حاجه جوه الجدول بتبقى بيبقى ليها رقم مش متكرر. وصل كده يا شباب؟ حاجه اسمها برايمري كي وحاجه اسمها فورين كي. وصل كده يا شباب ولا لا؟ تمام، تعالوا بقى نرجع لمرجعنا علشان تبقوا انتوا معلش انا اسال سؤال بس، احنا كده النهارده هنشرح عشان ما كنتش معاكم الحصه اللي فاتت. هوريك، هقول لك هشرح لك حاجه حلوه قوي، استنى بس لحظه والله. هنشرح لوكر، حاجه اسمها لوكر يا صبري. اوكي تمام، بصوا يا شباب بقى، فانا برضو عندي داتا عشان بس كنت حابب اقول لكم على فورين كي وبرايمري كي دي. بص انا عندي بقى داتا لمحلات البيتزا، البيتزا اي دي اللي هو نوع البيتزا، يعني مثلا يقول لك ايه هواين ام، يعني ده مثلا نوعه ميديم. تمام، كلاسيك دي ال اكس ام، ما اعرفش ايه كذا، بيبقى عارفين زي الايتم نم، الايتم لوك اب كود في الشركات، بيبقى مثلا ايه ايفون مثلا 15 برو ماكس 256 ما اعرفش ايه، فهم بيروحوا حاطين له كود مثلا يقول لك ايفون 15 برو، فاهمين قصدي ايه؟ عشان ده يبقى معروف، ده ايتم لوك اب كود. الكوانتيتي طبعا العدد، الكوانتيتي، الاوردر ديت طبعا، والاوردر تايم ده باليوم وبالساعه كمان، وسعر الوحده اللي هي اليونت برايس، وتوتال برايس نفسه انت بتضرب ده في ده يطلع لك اليونت برايس، والبيتزا سايز اللي هو ميديوم لارج وهكذا، والكاتيجوري بتاعه اذا كان كلاسيك او سوبريم، والانجريدينز اللي هي المحتوى بتاع البيتزا اللي هي مثلا موتزاريلا تشيز وما اعرفش ايه، والاسم التشيز. نطلع من ايه يا جماعه، من هنا من الجدول ده، حد كده يقول لي نلخص ايه من الجدول ده مثلا؟ محتاجين نعمل ايه معلش؟ نلخص ايه من الجدول ده؟ حد يقول لي كده ينفع نلخص ايه؟ يعني مثلا ممكن نقول له ايه، انا عايز مثلا كل السايزز اتباع منها كام قطعه، صح كده؟ تمام صح ولا غلط؟ صح اهو، كل مثلا البيتزا سايز اهي اتباع منها كام قطعه، كوانتيتي باي بيتزا سايز. ايه تاني ممكن نطلع؟ مثلا البيتزا كاتيجري برضو اتباع منها كام قطعه، اللي هي دي البيتزا كاتيجري دي اتباع منها كام قطعه، يبقى كوانتيتي باي بيتزا كاتيجري. مثلا برضو نفس النظام بقى، بيتزا كاتيجري برضو طلع منها كام توتال برايس، كام بيع، يعني ما دي توتال برايس بيتزا كاتيجري مثلا كام طلع منها، يبقى على السيلز اللي هو التوتال برايس. صح، انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ انتوا كويسين؟ معاك. انتوا كويسين يا شباب ولا ايه؟ غير صبرة ها، يعني انتوا معايا صح؟ تمام تمام معاك يا باشمهندس، تمام زي الفل زي الفل. هنيجي مثلا نطلع مثلا شوية أفكار تانية، مثلا يعني مثلا نقول له إيه، إيه أكتر نوع بيتزا نيم بيتباع، يعني إيه أكتر بيتزا اسم بيتزا بيتباع، يبقى توب سيلز مثلا، توب سيلز إن بيتزا نيم، ونحط له مثلا حاجة تانية مثلا أخيرة، مثلا يقول له إيه 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 إيه، هو ده سنة كام؟ 2000 وكام؟ 2015، نقول له اشهر شهر او اكتر شهر بيتباع فيه البيتزا، يبقى موست او توب مثلا برضو، توب سيلز باي مانس على السيل، توب سيلز باي مانس. تمام كده يا شباب، احنا هنقفل دي كده، هنقفل دي كده، انا دي مسجلها يعني عارفها. اول ما تيجي تفتحوا كلمه لوكر، انا هفتح لوكر كده من بره، ده شكل لوكر من بره. لوكر ده اللي هو يا جماعه كان اسمه جوجل داتا ستوديو، جوجل داتا ستوديو، بعد كده سموه اسمه لوكر.
لوكر ده فكرته فكره ايه؟ فكرته ان هو داشبورد. ثواني عشان نفتح بقى الحاجه بتاعتكم اهي، لحظه نعمل بس كده كولابس كولابس، قول اهو، نيجي عند لوكر اهو. بيقول لك ان جوجل داتا ستوديو ده كان عباره ده عباره عن منصه مجانيه عشان تعمل عليها داتا براحتك اهي، وكمان تشيرها. واعداد تقارير باستخدام جوجل تسمح لك بتجميع البيانات من اكثر من مصدر، ودي حلاوتها فعلا. انت لما تيجي، انا ساعات ربطتها على سيكوال، وربطتها على جوجل شيت، وربطتها على اكسل، والدنيا تمام جدا. وتقدر كمان تراقب بقى الكي بي اي ومؤشرات، تعمل كذا حاجه على اللينك، على اللينك اللي هو ليه جوجل داتا ستوديو. بيقول لك الفلكسبيليتي، ان انت ممكن بيشبه الداتا ستوديو. حد شاف جوجل اناليتكس قبل كده؟ جوجل اناليتكس ده الناس اللي بتعمل اعلانات بتشوفه. انتوا سامعيني صح؟ يعني اتمنى ان انتوا تكونوا سامعين. جوجل اناليتكس ده بيبقى، او بصوا اوريك انا جوجل اناليتكس ده هنا عامل ازاي. جوجل اناليتكس ده بيكون عباره عن الناس اللي بتعمل اعلانات بتشوف دي داشبورد كده، بيشوفوا عليه الاعلانات، تمام؟ اما بقى فطبعا بيبقى جوجل داتا، جوجل اناليتكس ده بيبقى فيه عليه 12 لوحه تحكم بس. اما مع داتا ستوديو ده بقى فيه بقى كتير، يعني داشبورد بالهبل. لديك القدره على اضافه عدد لا محدود من صفحات التقارير، يمكن ربط التقارير مع جوجل اناليتكس اساسا، يمكن ربط البيانات من مصادر مختلفه. يعني انت تحط تربط بيانات من كذا، تربط قصدي تعمل داشبورد من كذا مصدر بيانات، يعني من اكسل، جوجل شيت، اس كيو ال، وهكذا. طبعا بقى طب ليه لوكر؟ لوكر علشان بيقول لك سهوله في البيانات. هو فعلا سهل والله، وكمان بيتعاون مع اغلبيه المصادر اللي شغالين معانا. وفي لغه اسمها لوكر ام ال، لوكر موديلنج لانجويج، ودي طبعا مش هنتكلم عنها خالص. على فكره انتوا تلاحظوا احنا في خلال الداتا اناليسيس دي احنا شرحنا اكتر من لغه. يعني اتكلمنا عن لغه الام في الباور كويري، اشتغلنا عن لغه الداكس في الباور بيفوت والباور بي اي، واخر حاجه خالص لوكر اللي هو ام ال اللي هو لوكر موديلنج لانجويج. تمام كده يا شباب؟ البلكونه اعلى كده. شباب انتوا سامعيني ان في حاجه اسمها لوكر ام ال، لوكر موديلنج لانجويج، ودي برضو لغه مش هنتكلم عنها. وطبعا بتقدر تعمل تصوير للبيانات وكل حاجه، وطبعا تقدر برضو تربطها برضو على جوجل بيج كويري وحاجات كده، تفاصيل بيستخدموها الناس اللي بتعمل تحليل على داتا كبيره اكتر. بس كده كده ده شكل الداتا اول ما تخش، او اللوكر داتا ستوديو او جوجل داتا ستوديو. واحنا النهارده نتكلم مثلا عن كذا حاجه، مثلا شارت تايب اللي هو مثلا بيعرض اكتر من حاجات في التيبل، الجدول الحراري والاشرطه المتضمنه والمقاييس، والكارد بقى اللي هو بيقول لك ممكن تعرض لا دي مش المفروض نغير دي. يبقى دي الكومباتبل دي يا جماعه، سكور دوز كومبات نمبرز دي، يعني بدل 3328 تبقى 3000 كي 3 كي، بس انا اتنقلت غلط. وفي التشارتات اهي اللي هي الكولوم تشارت واللي هي ستاكد تشارت. الفكره يا جماعه ما بين الكولوم والستاكد ان كولوم دي منفرده، اما ستاكد دي بيبقى كولوم وفوقيه كولوم وفوقيه كولوم، دي بتبقى الداتا اللي بتبقى جايه. حتى بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ انتوا اكيد عارفين ستاكد دي يا جماعه، يعني اكيد شفتوها قبل كده. مش عارفها. مش عارفها؟ لا. بص يا صبرا دلوقتي، تعالى كده نكبر الكلام ده كده شويه. دلوقتي حاجه اسمها سوشيال مثلا اورجانيك، ركز في الحته دي. دلوقتي لو انا عايز احط الاورجانيك مع السوشيال هيتعمل ازاي؟ هتلاقي الاورجانيك ده طلع فوق السوشيال هنا كده، ويبقى يقول لك السوشيال عددهم كام والاورجانيك بيقول لك عددهم كام. هي دي فكره الحته دي. تمام. لو جينا وسعناها كده شويه، بص بيقول لك ايه، الاحمر ده اسمه ريفيرال، البرتقاني الفيسبوك. بيقول لك بقى ايه، ان جدول الريفيرال ده بيقول لك جه منه تي كودي، ما اعرفش دي يعني شركه، وبعد كده جالك حملات من الفيسبوك، حملات الفيسبوك اللي هي الجدول اللي هو البرتقاني الصغير ده. خدت بالك دي؟ يعني العمود الطويل ده كله اسمه ريفيرال، ده مكون من اللي هي تيليكوم كودي او حاجه اسمها تيكو، ومكون من الفيسبوك، ومكون من لينكد ان اهو. خدت بالك؟ فاهم محمد؟ فاهم محمد الحته دي ولا لا؟ واخد واخد بالي. تمام. يعني قصدي ايه؟ الريفيرال دي، بص يا جماعه، الريفيرال دي من الاخر اللي هو
الحد اللي بيجي عن طريق حد تاني. يعني مثلا عارفين شركة كيونت طبعا والمشاكل اللي كانوا عاملينها زمان دي، يقول لك ايه، هات اتنين تحتيك وهات حد والاتنين اللي تحتيك يجيبوا اتنين تحتيك. فعارف الحتة دي، دي اسمها ريفيرال. الريفيرال دي اللي انا مثلا بقول لك يا صبرا ايه، لو جبت لي ناس هديك مثلا 50% خصم على شرائك مثلا من الشركة عندنا. فاهم قصدي يا صبرا؟ تمام. فبيقول لك مثلا الناس اللي جت عن طريق الناس اللي جت الشركة بقى، ما هو مش صبرا بس اللي شغال فيها، ادي صبرا وادي محمد تحسين وادي مصطفى وادي أسامة. فاهم قصدي ايه؟ هي دي بقى الفكرة، ان جه عن طريق تيكو اللي هو صبرا مثلا اللي هو الشوية دولت، وجه عن طريق محمد تحسين اللي هو الفيسبوك اللي هم شويه دول، وجه عن طريق معرفش اسامه اللي هم شويه دول. فكلهم بيصبوا في فكره ايه؟ الريفيرال. وصلت كده شويه؟ تمام. انتوا سامعيني يا شباب؟ انتوا طب ممكن بس اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم؟ بعد اذنكم يا شباب. تمام. لا تمام يا باشمهندس، ماشي. هي دي وده بيسموها الإحالات. الاحالات، صح. طب انت عرفت ترجمتها منين؟ معلش، إيه؟ عرفت ترجمتها ازاي ولا انت دورت عليها ولا؟ لا لا، عارفها من قبل كده يعني. تمام ماشي. يعني لما باجي أشترك في أي حاجة بيقول لي أنت يعني جيت منين؟ فبقول له مثلا عن طريق يوتيوب، سوشيال ميديا، عن طريق أحد الأصدقاء، حاجات كده يعني. ايوه اسمها احالات، صح كده، عشان مش عارفها بالعربي. فهو بيقول لك هو انت في حد احال يعني؟ ايه اللي احالك على ايه اللي جابك زي هنا؟ مثلا مين اللي جابك هنا؟ احالته على النيابه، ان هو نقلوه من اسم للنيابه، فهو مين اللي احاله على الموقع ده؟ من فريند ولا فيسبوك ولا لينكد ان؟ ايه اللي احالك على هنا صح على صح الموقع بتاعي؟ صح الله ينور عليك. فكده احنا وصلنا لمرحله حلوه. ده برضو طبعا البار شارت دي نفس فكره الكولوم بالستاك بكل حاجه. وعندنا طبعا الباي شارت اللي هي اسمها دونت، دي اسمها باي ودي اسمها دونت، اسمها دونت فعلا، شكلها زي دونت بس كده. ودي طبعا ازاي تشيره. انا بقى اشير ريبورت معاكم من قبل حتى ما نبتدي. بصوا يا شباب ثواني بس كده بقى، ايه نصغر دي بقى كده ونرمي دي. بصوا يا شباب احنا هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي لو احنا دوسنا على ده شكل اللوكر داتا ستوديو، اول ما تيجي هنا يقول لك ده الريسنت. الريسنت ده اللي هو ايه؟ اخر حاجه انت اشتغلت عليها. وشيرد ويز مي اللي هو بيقول لك الحاجه اللي انت عاملها، او الاوند باي مي اهي. شيرد ويز مي اللي هو الحاجه ان الناس مشيراها معاك في الجوجل داتا ستوديو، والاوند باي مي اللي هو الحاجات اللي انت لنفسك اللي عاملها، والتراش طبعا الحاجات اللي انتوا مسحتوها، والتمبلت هنرجع لها حالا دلوقتي. وده شكل شويه حاجات كده، تمبلت جالري. لما تيجي ندوس عليها او ندوس على، يعني احنا بص دي شويه تمبلت، يعني دي شويه قوالب تقدر تشتغل عليها على طول. تمام كده يا شباب؟ انتوا تمام صح كده؟ تمام. دي كده التمبلت. ونرجع طبعا للريسنت تاني وهكذا. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقى الداتا سورس ايه؟ طبعا انت بتحط الداتا بتاعتك هنا. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم ان احنا نفتح اول صفحه خالص. تعالى نمسح دي كده، وهنفتح واحده جديده اسمها بلانك. بلانك فاضيه خالص. اول ما بفتحها بيقول لي انت عايز تربط الداتا منين. بصوا مش هينفع تشتغل عليها لما تربط الداتا، سامعيني يا شباب؟ لان هي مفيش حاجه تشتغل بيها، صح؟ صح. فهنا بقى بيقول لك بقى ايه، جوجل داتا اناليتكس. ثانيه وانا تقل كده اكزت على طول. جوجل داتا اناليتكس. بصوا دي المصادر اللي انت ممكن تربط بيها، يعني مثلا ايه، اب شيت، امازون ريد شيفت، ماي سيكوال. فاكرين ماي سيكوال اللي احنا اشتغلنا عليها دي؟ ينفع تربط عليها على فكره، خدت بالكم؟ مايكروسوفت سيكوال سيرفر، يوتيوب، تفاصيل كتير قوي تقدر تعملها. بس احنا طبعا هنشتغل على ايه؟ ها هنشتغل على ايه؟ نسحب الداتا منين يا شباب؟ السلام عليكم. نقول اكسل شيت مثلا. بصوا يا شباب في حاجتين احنا هنشتغل عليهم. المايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت اكسل انت ممكن تسحب من عليه، بس مايكروسوفت اكسل لو انت مسحت الشيت وعايز تعمل له ابديت كده انت مش هيعرف يعمل له ابديت، خدت بالك؟ فلما نيجي نشتغل هنشتغل على جوجل شيت. بس قبل ما نيجي نشتغل على جوجل شيت هنرفع الداتا على جوجل شيت. هنيجي هنا كده ونكتب شيت جوجل شيت، يعني استنى لحظه، وهنعمل حاجه اسمها بلانك ريبورت.
بلانك ريبورت على جوجل شيت. انتوا معايا صح؟ وهنكتب هنا ايه؟ وهنكتب هنا بيتزا في الانتايتل دي، بيتزا ريستورانت. وصل كده يا شباب، احنا بنغير اسمها اهي، وهنعمل فايل وهنعمل حاجه اسمها امبورت، وهنرفع ملف البيتزا اللي انا لسه شايفه ده هنا. هعمل كلمه ابلود وادوس على كلمه براوز، وهاجي عند اهو الداتا اهي، بيتزا اهي، وابتدي ارفع. ده 5 ميجا ما شاء الله، ده داتا كبيره جدا. بس انتوا معايا صح؟ انتوا كده متابعين الخطوات صح؟ تمام. فهنيجي هنا نعمل كرييت طبعا نيو سبريد شيت طبعا، ما فيش حاجه ثانيه. هو اقول لك نخليها ريبليس على طول امبورت. استنوا شويه كده عشان لسه الداتا بتجمع. باشمهندس، لو انا مثلا عامل الاكسل شيت ده على اون درايف او كده، ايوه ينفع تربطه. هل ينفع دايركت بدل؟ لان احيانا لما بنزل حاجات من جوجل شيت لاكسل او العكس، في حاجات بتضرب كده. هو في وان درايف؟ وان درايف لا، وان درايف لا، وان لا، درايف لو رافع اكسل شيت على اون درايف، ما هو ما فيش وان درايف، ما بيربطش على وان درايف، هو في جوجل درايف. طب ما تحطها على جوجل درايف. عشان ماشي نستخدم كله على مايكروسوفت يعني. ما هو ما هي جوجل عكس مايكروسوفت، فاهم قصدي؟ ما مايكروسوفت ايوه ليها ايوه حاجتها اللي هي الباور بي اي بتاعها. حتى لما احنا جينا دورنا ما لقيناش يعني وان درايف. درايف لو كتبنا كلمة درايف هنا هل موجودة؟ ما فيش وان درايف والله. اهو تمام. تمام. بص اهو، فكده احنا رفعنا الحاجة اهي يا جماعة على جوجل شيت. شايفين يا شباب ولا ايه؟ الو، تمام يا استاذ محمد. احنا كده رفعناها على جوجل شيت. فهنيجي بقى هنا نقفل بقى دي كده الجزء ده كده، معلش لحظة كده، وهنيجي بقى نقول له احنا عايزين من جوجل شيت. طب انا ليه رفعتها على جوجل شيت؟ عشان جوجل شيت ده كلاود ستورج، يعني مصدر سحابي اقدر احط عليه الحاجة. عشان لو انا جيت رفعت على الاكسل والاكسل اللي غيرته او اتمسح، مش هعرف اعمل ابديت تاني، خلاص الموضوع اتقفل. هنيجي بقى نعمله على جوجل شيت اهو، هندوس على جوجل شيت، وبيقول لي دي الحاجة اللي عندك. هقول له لا، في حاجة اسمها بيتزا. هنيجي نكتب هنا بيتزا لسه او اوند باي مي. ثانية لحظة، اهي بيتزا ريستورانت اهي ظهرت، خدتوا بالكم؟ اهي ندوس عليها. طب يقول لي يا محمد انت عايزها ان اول صف يبقى الهيدر، الهيدر ده اللي هو العنوان. فبقول له تمام. قال لي انكلودنج هيدنج اند فلتر، ماشي تمام. وفي كمان اللي هو ممكن تقول له سبيسيفيك رينج، يعني انا بقول له انا عايز مثلا شويه رينج معين، يعني اللي هو ايه مثلا من A to B، فاهمين؟ لكن انا لا، انا عايز كل الشيت، وندوس اد. اد اهي، لسه كده هتلاقي الداتا بتظهر هنا كده يا شباب. تمام كده يا شباب، السلام عليكم. طيب السلام. ماشي كده فتح نفس الباور بي اي صح؟ زي الباور بي اي والله. هنعمل دي كده ونشيل ده كده، لو البتاع اللينك فصل خش عليه تاني. ها نفس الباور بي اي، تعالى كده نكبر كده الكلام كده شويه اهو. هو مفيش اختلاف تقريبا. بصوا هنشوف دلوقتي اد داتا اد. بص دي شكل الداتا اللي احنا بنشتغل عليها اهي، الداتا اللي احنا كنا لسه ساحبينها اهي، وده شكل الحاجه اللي احنا كنا عايزين نكتبها، كوانتيتي باي بيتزا سايز وهكذا. احنا هنعمل ايه؟ حد بيتكلم؟ تمام. اول حاجه احنا هنعمل ايه؟ ده شكل الداتا، وهنا الفلاتر بتاعت الداتا. بس طبعا الفلاتر دي لسه ما ظهرتش لان احنا لسه ما ضفناش الداتا بتاعتها. فهنعمل ايه؟ وده طبعا شكل الريبون والكلام ده اللي هو فايل وفيو وانسرت وبيج وهكذا. فاحنا
هوريكم دلوقتي بس حاجات كده بسيطه تقدروا تشتغلوا عليها. اول حاجه خالص انت ممكن تقول له ايه اد داتا، ممكن تقول له اد داتا تاني، يعني ممكن تقول له اد داتا تاني يعني تحط له داتا تاني، او نمسح دي كده نقفلها لحظه. معرفش هو فصل فجأة ليه كده. او مثلا ريسورسز، ريسورسز اللي هو مانج الداتا، اللي انت ممكن تقول له الداتا بتاعتي ايه ريستورانت، فانا بقول له ممكن اقول اد داتا سورس تاني وهكذا. هنا يا جماعه صح العين بس بالشيء، هنا الداتا بتتحدث كل 15 دقيقه، كل 15 دقيقه، وممكن كمان تخليها كل ساعه وكل ساعتين وهكذا. فاحنا هنعمل هنا مثلا اد شارت، وهنجيب مثلا اول حاجه خالص اللي احنا قلنا عليها ايه كوانتيتي باي بيتزا سايز. هنعمل كده في فاكرين الجزء ده كده اللي احنا قلنا عليه السكورد ده اهو كده، وهنقول له ايه هنا بص عمل لي ايه بالاوردر دي، تقول له انا عايز بالكوانتيتي باي بيتزا سايز، بيتزا سايز اهي. وعلى كام مش هنسحب يا استاذ محمد، هو كام مش هنسحب ونحط على طول صح؟ هنحط في الاكس والواي. اه ايوه بالظبط، اه عشان هنا مفيش هنا اللي انت تحط كده على طول. بقول لك ولا فيه مش، لا مفهوش، لا ثاني كده اهو، لو عملت دي كده بيتزا سايز وحطيتها هنا كده، لا مفيش، مفيش لازم تسدها وتسحبها هنا بيتزا سايز. هو انا حطيت اه والكوانتيتي تحت هنا في المترك اللي نسحب عليه تمام. ونيجي بقى نقدر هنا نعملها في الستايل اللي احنا مثلا ايه نكبر الكلام شويه. الديسيمال طبعا انت لو عايزه مثلا واحد اللي هو ده الفاصلة، لو انت عايزه مثلا هنا اتنين هيزودها لك رقمين، فانت لو عايزه مثلا تخليها، لا ثانية تخليها هنا مثلا زيرو عشان يبقى الرقم كامل كده. وهنا طبعا ممكن تكبره مثلا شوية يعني مثلا 60 مثلا اهو. طب ايه رأيكم صح؟ مش انا قلت لكم ان انا هعمل لكم شير قبل ما نشتغل على الرابط صح؟ طب تعالى نعمل شير اهو. لو دوسنا على كلمة شير بيقول لك ده ريستريكتد، فانت ممكن تحط له اسمه ايه ده ايميلات الناس اللي هتشتغل معاكوا، الايميلات يعني مثلا ايميلك يا صبري على الجيميل، طبعا جيميل مش حاجه تاني. معايا لا انا بتكلم، لا انا بتكلم جيميل، جيميل هنا، او نخليها بابليك لاي حد ونخليه فيور ونقول له سيف. ركز بقى في اللي انا هقوله لك ده صح، انتوا سامعيني صح؟ معاك اهو. هنعمل شير اهو، كوبي لينك، انا هبعته لكم دلوقتي على الواتساب او هبعته لكم هنا، ولا اقول لك ابعته لك على الواتساب تشوفه احسن. بصوا يا شباب انا اول ما ابعت لكم اللينك ده، اللينك ده هتقدروا تفتحوه من الموبايل عادي تمام يا شباب، وتشوفوا التغييرات اللي انا بغيرها اونلاين، فاهمين ولا لا؟ الو ماشي ثواني بس كده يفتح. احنا لسه بس شغالين اهو، ان احنا عايزين نغير الكوانتيتي باي بيتزا سايز تمام. جالكو تمام، شوفوها بقى دلوقتي يعني، شوفوا كده دلوقتي افتحوا كده اللينك على فكره صح بتاع تمام فات. ماشي يلا بينا، يلا بينا يا شباب. صبر انت معايا يا صبر يا ولدي اهو، وهنعمل دي كده تاني، وهنيجي بقى هنا الشباب بقى ايه نغير بقى الكلام. بصوا يا شباب في مفيش شير اصلا، الترم شغال هندسه. نعم اه الشير اه مش شغال، اه معلش انا متاسف. بس جاي عندي بالعربي ليه؟ ما هو انت عشان الصفحه نفسها عندك بالعربي، يعني انت الصفحات عندك نفسها بالعربي. انتوا كده معايا انا شايفكوا اهو، انتوا اهو ومصعب اهو، شايف نفسك يا مصعب اهو، شايف نفسي اهو تمام كده يا شباب. بص بقى فكده انتوا شايفين ان الصفحه بيضه طبعا واحنا عاملين كوانتيتي.
طب بص بقى هنا الكوانتيتي دي قال لي احنا كنا قايلين السم اوف كوانتيتي. طب هو عارف منين ان احنا عايزين السم؟ بص لما تيجي تضغط عليها بيجيب لك هنا، لما بتيجي تحط الكوانتيتي في المتريك دي بيجيب لك دي سم. لو دوست عليها كده يقول لك انت عايز سم ولا افريج ولا كاونت ولا ايه. فبقول له يا عم انا عايز السم وخلاص. وممكن نعملها بقى ايه، نكتب هنا كوانتيتي. تمام، انتوا كويسين ولا ايه؟ تمام. تمام اهي، ونكبرها كده مثلا ونخليها مثلا هنا كده. بصوا يا شباب، في الريبورت لاي اوت او في تنظيم الريبورت بيكون فوق او بالشمال او على اليمين بيبقى الكارد دي، وبتنزل بالجداول وبعد كده تنزل بالتشارتات. خلاص وصلت كده يا شباب ولا ايه؟ الستايل اهو، ونكبر الداتا دي شويه كده مثلا نخليها 72 مثلا اهو، اهي نكبر دي كده شويه ونخليها هنا كده في المنتصف، كله في المنتصف. دي كده تكون كويسة جدا اهي. ونخلي مثلا الباك جراوند مثلا باللون، من ضمن برضو الباك جراوند ممكن نخليها بقى ايه، كولرز. في موقع يا جماعة اسمه كولرز، شهد ان لا اله الا الله، في موقع يا جماعة اسمه كولرز. الموقع ده عشان يديك تنسيق للالوان اللي انت شغال بيها. اهو نعمل اكسبلور تريندنج باليتا، دي يوديك يقول لك الباليتات اللي انت ممكن تشتغل بيها. وصلت كده يا شباب؟ الو. تمام. تمام، فممكن مثلا نقول له مثلا اشتغل مثلا بالباليتا اللي هي في باليتا كده كنت انا بحب اتفرج عليها قوي، قول له خلي السيمز بعدين، خليها كده. انا اهو انا معاك اهو. تمام، خليها دي، خلي دي كده، نخلي دي كده برضو بالمره، ونعمل لها كنترول سي كنترول في كده. نزلت واحده تانية نخليها برضو كده جنبها، ونقول له احنا عايزين ايه تاني، نقول له احنا عايزين كوانتيتي باي بيتزا كاتيجوري، دي كوانتيتي باي بيتزا سايز. يبقى نعمل هنا كده ونخليها دي كده، نيجي في كلمه سيت اب ونعمل هنا كده عشان نعدل الكوانتيتي دي اهي، يبقى كوانتيتي باي بيتزا سايز، بيتزا سايز، ونوسعها كده شوية. ودي كده هنخليها كوانتيتي باي بيتزا كاتيجوري. لو تلاحظوا هنا يا شباب احنا هنا حاطين بيتزا سايز، فهناخد هنا كده نخليها بيتزا كاتيجوري. فين كاتيجوري؟ كاتيجوري اهي، كل دي كده ونخليها هنا. ما هو اكيد بقى مش هتبقى كده. ما هي صح، يبقى ما هي نفس الكوانتيتي، يبقى خليها واحدة بس بقى، مش لازم كذا واحدة، يبقى كوانتيتي باي بيتزا وخلاص. لا يبقى مش لازم، هي دي خليها دي وخلاص. تمام، خلي دي كده، وبعد كده نقول ايه، سيلز باي بيتزا كاتيجوري، نعمل دي كده كنترول سي كنترول في. ده بقى السيلز اهو، نكتب هنا السيلز ونعمل السيلز باي الكاتيجوري بقى، نحط نشيل دي كده ونحط الكاتيجوري. فين الكاتيجوري؟ كاتيجوري كاتيجوري اهو، نحطها هنا كده. فين السيلز؟ احنا ما غيرناهاش. احنا نخليها هتكون التوتال برايس اهو، توتال برايس نسحبها هنا كده بس كده. فهمتوا يا شباب الحته دي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، معاك. انتوا كويسين يا شباب؟ تاني بس يا دكتور، تاني ايه؟ هتشرح اخر جزء ده لما غيرنا الداتا اللي على الكارت. بص تعالي كده، هنيجي هنا كده، ده الكوانتيتي، نغير بس كده نخليها دي الكوانتيتي، نخلي كل ده كده نخليها الكوانتيتي ونصغرها كده شويه. تمام كده، انت سامعني؟ خليكي معايا بس لحظه. معاك يا دكتور. ماشي، وهناخدها كده كنترول سي كنترول في، وهنخليها كده هنا كده. تمام اهي، فيبقى كده عندي ايه، ان دي الكوانتيتي صح. هنحط لها بقى التوتال برايس اهو، هنا هيتغير اهو، وهنكتب هنا ايه، سيلز، بس السيلز بس كده، بس كده سيلز. طب وصلت كده كويس قوي كده. وهندوس كنترول على دولت وهنجيبهم هنا كده على اليمين كده شويه. نيجي بقى نعمل ايه مثلا تاني،
نحط بقى ايه شويه داتا توب سيلز ان بيتزا نيم. تعالى بقى كده هنا خلينا في توب سيلز دي ان بيتزا نيم. هنيجي نجيب نعمل هنا بقى حاجه اسمها ادد شورت. ادد شورت ايوه ادد شورت في التوب هنخلي مثلا في الحته دي اللي هي الكولوم شورت وهنعملها هنا كده. خليها تحتيهم هنا كده ايوه بالظبط هنا كده. حتى لو شفتوا اللي هو الخط الاحمر اللي بيظهر ده عشان يقول لي انت لو طلعت مش تبقى على اللاين بتاعهم. انتوا شايفين صح يا جماعه صح ولا غلط؟ اه واضح تمام. هلال انت معايا؟ هلال معاك يا باشمهندس. انت عارف انا عرفتك منين؟ انا عرفتك بسبب الصوره دي اللي على اللينكد ان. اه والله الصوره دي الصوره دي على اللينكد ان بالظبط. انا مخليها مروه عبده ومروه عبده نفس الصوره دي برضو على اللينكد ان. ما تقلقوش انا متابعكو انا متابعكو ماشي. المهم هنيجي بقى هنا في البيتزا. طبعا احنا عايزين ايه بقى؟ احنا عايزين التوتال سيلز ان بيتزا نيم. اهي التوتال تعال نقف هنا على دي كده. يبقى هنجيب التوتال سيلز هنجيب التوتال برايس اهو كده وهنجيب البيتزا نيم هنا كده. هي ما جاتش ليه؟ ثانية بس كده لحظة. لا 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 ده التوتال برايس ده يبقى ده التو. لا انا عايز التوتال سيل ثواني كده اهي بيتزا نيم وعايزين نعمل التوتال برايس. التوتال برايس هيكون هنا في المتريك المتريك اهو وهنمسح دي كده الريكورد ده. فجاب لي ان التوتال برايس باي بيتزا نيم اهي كده ونوسع دي كده لتحت كده شويه تمام. فانا بقى عايز اقول له بقى ايه؟ انا عايز اول خمسه بس او اول اصل بيتزا نيم دي كتير. فهنيجي بقى نحط ايه؟ نقاد فلتر. انتوا شايفين يا شباب ولا ايه؟ الو السلام عليكم. شايفين عندك؟ معلش انا متاسف والله. ممكن الشرط الاخيره ممكن دي تاني. حاضر هنعمل دي كده ونعمل نمسحها خالص. هنيجي عند اد الشرط اهي وهنقول له احنا عايزين دي كده الكولوم شارت. وهنيجي هنا كده وهنيجي نوسعها شويه كده. فقال لي في حاجه اسمها ريكورد كاونت دي مش عايزينها في حاجه. احنا عايزين نحط البيتزا او مش يا عم خليها البيتزا كاتيجوري كده نحطها هنا كده في الدايمنشن دي وفي المتريك. في المتريك دي اللي بتحسب فيها الحسابات. هنقول انا عايز التوتال برايس او البرايس ونشيل ونشيل الريكورد كاونت دي كده تمام. هنا بقى هيطلع لنا مشكله. ايه المشكله يا شباب؟ ها ان هي قرعه ان هي مفيش اي حاجه تخص في اي حاجه. هنعمل ايه؟ هنروح جينا عند ستايل هنا هنلاقي في حاجه اسمها ليبل. هنطلع الارقام اهي كده بس الارقام كبيره قوي فهنخليها كومباكت. كومباكت يعني مضغوطه بالمنظر ده كده. شايفين يا شباب انتوا معايا ولا انتوا كويسين ولا شايفين؟ طب تمام دي كده الكومباكت اللي انتوا هتبقى دي اهي كده واهي. انتوا اهم حاجه ان انتوا كمان تبقوا شايفينها على اللينك. يعني انتوا على اللينك كمان هتبقوا شايفينها. انتوا فاهمين؟ وهنخلي انتوا كويسين كده تمام كده يا شباب. نكمل ماشي. هنخلي دي بقى بدل التوتال برايس نخليها سيلز. هتبقى دي سيلز وهنصغر دي كده على الشمال خالص دي كده اهي اهي كده نشدها كده. بصوا شايفين المنظر ده؟ بصوا دي ممكن اجيبها يمين او شمال او شمال قوي. الحمد لله. انتوا معايا كويسين يا جماعه ولا ايه؟ معاك اصلا بالمنظر. لا بس دي مش هينفع تبقى كده كتير. هي كده تبقى كده تمام. و بس كده احنا من الاخر يا جماعه السيت اب ده اللي بتحط فيه الحاجه والستايل ده اللي بتقعد ممكن كمان تقلل البارز. يعني ممكن تقول له مثلا عايز اقل ثلاثه
او اتنين، هيجيب لك هنا اتنين، فانا اقول له مثلا ان هم الخمسه اللي موجودين او الاربعه اللي موجودين بس، فاهم قصدي ايه؟ وهنيجي نعمل دي كده، دي كده الداتا دي اللي احنا عملناها، اللي هي ايه اللي احنا بس عايزين نديها اسم، حتى نقول له في السيت اب نقول له سيلز باي بيتزا كاتيجوري، او كاتيجوري بقى على طول كاتيجوري، تمام. وهنيجي هنا مثلا بالسيلز باي كاتيجوري، نروح مثلا عاملين واحده كمان مثلا هنا تبقى ادت شارت، ونعملها اللي هي باي شارت، خليها هنا من اول هنا كده، اهي، ونخلي دي كده هنا، ونكبرها كده لحد ما تقول لي اقف اقف اهي. يا صبرا احنا كل ده لسه ما عملناش ايه يا صبرا؟ لسه ما عملناش الديزاين. انت معايا؟ اه معايا. احنا لسه كل ده احنا عمالين نحط كده الارقام، لكن لسه ما عملناش الديزاين. وصلت كده كويس؟ كويس ماشي. وبيقول لك بقى ايه هنا نعملها مثلا هنا اللي هي ايه البيتزا كاتيجوري عن طريق التوتال برايس، فهو بس قالبها لك ان هي تكون بال 100% وكده. احنا بس عايزين ايه، طبعا ده ممكن تغيرها بقى باسندنج وديسندنج. ديسندنج دي يا جماعه اللي هي التنازلي، واسندنج اللي هي التصاعدي، تمام، وهكذا. بس انتوا تشوفوها هنا اكتر، بتشوفوها في الحته دي اكتر، يعني الديسندنج هتبقى من هنا كده، الاسندنج هتكون من هنا كده، وهي كده كده مش يعني مش فارقه قوي. هنيجي في الستايل، انت ممكن بقى تقول له السلايسز دي ممكن نقللها مثلا الاثنين مثلا ولا حاجه، اللي انت تعملها تو سلايسز اهي، يبقى ده وده، فاهمين قصدي ايه؟ فاحنا ممكن دي كده كلها ان هو جمع لك كل الدنيا الباقي وعمل لك قال لك الاذر ده، فاهمين يا شباب ولا ايه؟ الو انا بس يعني انتوا كويسين يعني، انا بس انا عارف ان انا عارف ان ساعه التعديلات دي قال كله ساكت، حاضر فاهمني؟ تمام كده. الليجند طبعا الليجند اللي هي الجزء اللي هنا ده كده ممكن تخليه مثلا اوتو، تخليه تحت البتاع، تخليه من فوق. هنا بقى مفيش حته الليجند اللي انت تخليه يطلع من هنا كده كتير، يعني فاهمين قصدي يا شباب؟ يعني الشيت يبقى جواه طالع من عنده مثلا ان تشيكن مثلا بايع كام قطعه، بايع معرفش ايه، لا ما بتبقاش هنا للاسف، دي مش زي الباور بي اي. بس كده. وكده احنا بقى نقدر بقى مثلا نخليها كدونت مثلا، اللي تبقى مفرغه من هنا كده وهكذا. كده احنا وصلنا لمرحله حلوه قوي في الحته دي. تعالى بقى الحته دي كده نخليها كده اهي، ونعمل مثلا واحده مثلا هنا لاين تشارت بالشهور. احنا مثلا نروح عاملين مثلا هنا اد تشارت، ونعمل مثلا تايم سيريس مثلا دي كده، وطبعا التايم سيريس ده احنا عاملين المتريك بالتوتال، فانا عايزين الاوردر ديت. بس الاوردر ديت مش جايب ده، جايب بالارقام. ثواني كده نبص بقى عليها كده من هنا. بص لو تلاحظوا جايبين يناير و1 يناير، 16 فبراير، 3 ابريل، 19 مايو. لا احنا عايزين نضم الحاجة او الاوردر ديت ده كله مع بعضه، بس هنا الاوردر ديت مش هينفع ان هو يتضم مع بعضه، مش زي الباور بي اي خالص، يعني مش زي الباور بي اي. فطبعا دي مش تبقى ليها لازمة، فلازم نروح نعدلها في الشيت نفسه. بص يا شباب احنا هنيجي هنا في شيت الاكسل اللي احنا كنا عاملينه ده كده، هنا شيتس، بيتزا ريستورانت. حد يعرف معادلة التكست؟ ها حد يعرف معادلة التكست ولا لا؟ يا باشمهندس قول لي يا هلال ايه اللي هي؟ لما بنديها مثلا تاريخ معين مثلا 2 ابريل، ده يقلبها لي يوم الاحد مثلا. صح، ممكن يقلب يوم الاحد او ممكن يقلب الشهر. هنيجي كده كليك يمين الشهر، الشهر هنيجي هنا كليك يمين ليفت ليفت، وهنقول له هنا الديت
هيساوي تكست، وهنيجي هنا كده ونقول له كوما بعد كده سلاش او اللي هو كوتيشن قصدي ام 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 ام. حتى بص كتب اهو الشهر اهو كوتيشن، نقفل القوس كده. يلا بينا يا باشمهندس، نفس المعادلات بتاع الاكسل اللي بتستخدم في جوجل شيت. اه مفيش فرق يعني، في فروقات بس فروقات بسيطه، مش 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 فروقات جوهريه يعني. تمام. وعلى فكره صح، جوجل شيت كمان تقدر تشيره، ممكن ابعت لكم كمان الداتا تبقوا شايفينها كمان. ثانيه، هو بس بتاع فصل يعني بتاع قطع خالص اهو، ويت لحد ما ربنا ينتهوا بالسلامه يعني. تعالى نمسح دي كده كمان. تعالوا بصوا عبال ما دي ترجع او ده لما يترد عليا في الحته دي كده، تعالوا نبص كده ونعمل مثلا في الشيت ده نعمله شكل كده حلو كده، مثلا نعمله ايه ستايل، ونيجي عند الحته بتاعت اد بوردر شو دي كده اهي، ونيجي هنا عند كلمه ستايل. شفتوا انتوا حته اد بوردر شو دي؟ هتلاقيها بصوا عملت زي بوردر كده حلو كده عليها، اللي هو زي غلفتها كده شويه او عملت لها زي بوردر كده. ممكن بقى احنا نعمل اكتر من حاجه هنا كده، نيجي نعمل ستايل اهو بوردر شادو، ممكن مثلا نعملها اللي هو ايه نخلي مثلا البوردر مثلا ده يبقى كده الى حد ما، او او نزود كمان شويه يعني، مثلا نخلي مثلا البوردر والباك جراوند مثلا نخليها، لا انا مش عايز باك جراوند دي، انا ممكن نخلي مثلا باك جراوند دي مثلا باللون ده كده دي كده، ونخلي ايه تاني، بس انا لا مش عايز الباك جراوند تبقى كده، خليها ريسيت او ترانسبيرنت. احنا اهم حاجه بس عندنا يكون البوردر اهو، نخلي مثلا البوردر ده كده او بص خدت بالكم اللقطه دي ان احنا عملنا البوردر ده بالمنظر ده كده الحته دي يا شباب. فهنيجي نعمل هنا كده وهنيجي عند البوردر، هو خلصت هنا ولا لا؟ اه كده خلصت اهي، كليك يمين. مش عايز لها معادلات كتير يعني، انا عايز اللي هي تبقى يعني الشيت ده ميبقاش فيه معادلات. ونرجع تاني هنا نخلي دي كده ونعمل ستايل، ونيجي هنا تحت خالص نعمل لك اد بوردر، ونخلي هنا دي رقم واحد، ونخلي البوردر ده مثلا لونه اللي هو ده كده هنا. خدت بالكم الحته دي يا شباب؟ بقت شكلها الطف شويه يعني، ما بقتش ان هي بقت شكلها احسن شويه. ونخلي البوردر هنا كده، انتوا سامعيني صح؟ معلش انا اسف، انا حاسس بكلم نفسي، معلش انتوا سامعين؟ تمام انتوا كويسين صح؟ اه اهي. ونعمل معلش انا متاسف والله، بس انا والله انا حاسس ان انا اهو ده كده البوردر، ونخلي دي كمان برضو نفس الكلام، خلي دي كده بوردر اهي واحد اهي، خليها كده هيبقى دول الاتنين شبه بعض. نيجي عند الكاتيجوري دي كده نخليها برضو بوردر، عقبال بس ما دي ربنا يكرمها ان شاء الله عشان الشيت ده كبير. هنيجي هنا نيجي هنا هننزل تحت خالص، هي البوردر بتبقى هنا البوردر شادو، ونخلي البوردر شادو ده يبقى هنا كده دي، ونخليها على رقم واحد. هبصوا بقت واخده كده زي اتغلفت في اطار كده، خدتوا بالكم يا شباب؟ وهنا هنا بقى ملهاش اسم، يبقى نخليها سيلز باي او برسنتج باي كاتيجوري، برسنتج كاتيجوري مش ظاهرة، يبقى نخليها ده الليبل، الليبل نخليها اوتو. طبعا انت ممكن تخلي الليبل، بص يا شباب هنا الحتة دي زي ما انا قلت لكم ما فيهاش حتة ال يعني، لما تخليها علامة برسنتج في الباي شارت، او تخليها ليبل اللي هو يبقى كده، او تخليها فاليو اللي هو يبقى الفلوس، لكن ما ينفعش تخليهم كلهم مع بعض. فاهمين قصدي يا شباب؟ تمام. انتوا يعني اهم حاجه انتوا تكونوا كويسين. اهو خلينا مثلا 18 او 20% دي كده كويسه قوي. وطبعا بقى انت كل ما تنزلوا كل ما تلاقوا حاجات كتير يعني، مثلا يقول لك الالاينمنت سنتر نخليها مثلا في الليفت،
اللي هو بنتكلم على الليجند اللي تحت البوردر والحاجات دي. اه ممكن نزود نعمل لها بوردر هنا كده ونعمل لها البوردر اللي هو ده كده. لا مش ده، مش عايز ده. اه هنا دي قصدي، اهي نعمل لها دي كده بحيث تبقى بالمنظر ده كده. انتوا شايفين صح؟ الو تمام معاك يا دكتور. انتوا معلش، انا انت يا رحمه، انت معايا يا رحمه صح؟ يعني قولي لي كده يا رحمه، اه يعني طمنيني. هنعمل دي كده بستايل، وهنيجي ان احنا نعمل الحته دي الجزء ده اللي هو مخصوص بالليبل، اللي هو لو انتوا عايزين كمان تغيروا الخطوط، تغيروا التكست كونتراست دي، مش دي فايدتها ايه مش عارف. وده الليجند الحته اللي تحت دي برضو انتوا عايزين تغيروا الالوان اسمها ايه ده، الخطوط بتاعتها وهكذا. والباك جراوند بوردر بس كده، كده خلصان الحته دي كده. اهم حاجه دي خلصت ولا لسه؟ بس كده دي خلصت. احنا كده حطينا الديت عشان نعمل اوردر ديت عشان نشوف ده في شهر ايه خلاص. فهنيجي هنا، هنيجي عند كلمه ريسورسز، مانج اد سورسز دي، ونعمل اديت. بصوا يا شباب، هنا بيعمل داتا ريفرشنس كل 15 دقيقه، خدتوا بالكم؟ الو تمام يا دكتور. ممكن بس لحظه بعد اذنكم بس ارد على التليفون لو سمحت، لو سمحت بعد اذنكم. تمام كده يا شباب. فهنا بيعمل داتا ريفرشنس او كل 15 دقيقه. فطبعا لو انت عايز اكتر من كده، في بقى افري اور، في افري 4 ساعات، في افري 12 ساعه. فلا احنا عايزينها كل ربع ساعه احسن بكتير قوي. فهنا بس انا بقى اقول له ايه بقى، اقول له فين 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 فين، اقول له اديت كونكشن، واروح اقول له ريكونكت تاني. سامعيني ولا ايه يا شباب؟ الو يعني بعد ما عملنا التعديل، اه بعد ما عملنا التعديل، ما انا مش هستنى ربع ساعه، فاهمه قصدي؟ يعني لو انت عايزه تستني ماشي مفيش مشكله، بس انا قصدي ايه، ان هي مش هنستنى ربع ساعه، فاهماني؟ يعني احنا خلصنا هنا. بصوا يا شباب برضو الحته دي بتاعت الشير، هنيجي نعمل هنا شير. في هنا برضو ريستريكتد، ده الميل بتاعي، ودي لو انا عايز اضيف ناس عندنا، فاقول له ريستريكتد، اقول له اني ون وذ ذيس لينك فيور، اقول له فيور او اديتور على فكره، او كومنتر اللي هو يحط كومنت، فنقول له انا عايزه فيور اهو. هنيجي نعمل هنا كده تاني وندوس كوبي لينك، هبعته لكم حالا على الواتساب. يعني قصدي ايه، ان في جوجل شيت وجوجل داتا ستوديو تقدر تعمل الاثنين، فاهمين يا شباب؟ الو معلش والله انا متاسف ان انا معاك يا دكتور. عمال اقول لكم انا رخم شويه، انا اسف انا اسف انا اسف، بس والله انا بحس ان انا ساعه الحته بتاعت الشرح دي بحس ان او كده. احنا عملنا اهو كده ونعمل ابلاي، قال لي نيو فيلد، حاجه اسمها داتا، داتا ديت ظهرت، خدتوا بالكم من نيو فيلد دي؟ ويعمل دن كلوز، وهنعمل هنا كده انسرت، او قصدي اد شورت، ونعملها عن طريق مثلا تايم سيريز دي كده، ونخليها هنا كده. انا كنت بس قايل لكم اللي انا هبعتها لكم على ال... انا بعتها لكم اهو على الشيت اهو اهو. طبعا احنا قايلين اوردر ديت، فطبعا في هنا حصلت حاجه اسمها ديت اهي ظهرت اهي، هنخليها بدل اوردر ديت هنخليها ديت اهي. ثانيه نوسع دي كده شويه. الديت هنا يا عم، لا اديت اهو، ده الدايمنشن، هو ده التوتال سيلز. طب لو عملنا كمان الكوانتيتي معاها، ما هو ده الدايمنشن، والله ده الدايمنشن وربنا ده. طب لو انا عملت دي، مش عايز يعمل دي. طب خلينا في دي كده لحظة، خلينا مثلا حتة تانية، مثلا خلينا في دي الأول، نقفل دي كده بس الأول كده.
طلعي هنا كده، انا عملت الديت برضو عشان نحطها هنا كده. هوريكم دلوقتي هنعملها ازاي. احنا هنقلل بس كده شوية الحاجات دي كده، نخليها كده شوية اهي، وهنعمل هنا الديت. في هنا يا جماعة حاجة اسمها اد كنترول، اهي اد كنترول. تقدر تعمل دروب داون، تقدر تعمل سلايدز، تقدر تعمل تشيك بوكس. ممكن لو انا خليتها مثلا دروب داون مثلا زي كده، وعملتها لكم مثلا بالحتة دي كده، اهي في هنا بيتزا كاتيجوري تقدر تعملها. لو انت فكيت دي وعملت لها سوبريم هتلاقيها غيرت الشكل كله وعملتها كداتا. انتوا فتحتوا يا جماعه جوجل شيت؟ حد فتح جوجل شيت؟ حد فتح اللينك اللي انا بعته على الواتساب ده؟ فتحنا. ماشي، بس انا عايز ده كده احطها تبقى بدل دي، تبقى اللي هو الديت. الديت ده بقى اهو شهر يناير مارس اهو، ونعملها كده مثلا مارش كده. الله ينور. جان 70,000 بقت 140,000 كده، زي الفل قوي. فدي ممكن بقى نكبر بقى الكلام كده شويه، نخلي مثلا الستايل ده كده مثلا. احنا عايزين بس نكبر الكلام ده كده شويه، الباتون سايز نخليها بس عايزين نصغرها كده كده، ونخليها ماشي سنتر فيرتيكلي تبقى كده، تنزل يبقى كده كويس اهي. بس احنا طبعا ما عندناش اي حاجه نشتغل عليها تاني، فانا هخليها بالعرض كده عشان تبقى الدنيا تبقى واضحه شويه اهي. نخليها نكبر الكلام ده شويتين تلاتة، كبره كده. كده هنا كده، ونعمل بقى كنترول سي كنترول في، ونعملها عن طريق كمان الكاتيجوري اهي. كنترول سي كنترول في، ولا نعمل بالعربي اهو. لحظة بس يا شباب بعد اذنكم، لحظة لو سمحتوا لو سمحتوا. يلا بينا معلش. تمام كده يا شباب؟ الو ماشي كده. احنا عملنا مثلا ايه اللي هو يعني عملنا فلتر على التواريخ اهي. مثلا لما تيجي تختار التواريخ تروح عامل كده خالص، وتروح مرجعها هترجع التواريخ زي ما هي. وطبعا البيتزا نيم احنا لسه ضايفها حالا دلوقتي، تقدر تختار انهي بيتزا وتشوف ايه اللي اتباع فيها. ونقدر نضيف مثلا اي حاجه تاني مثلا من التشارتس عشان تملى الداتا دي كده. الموضوع مش هيطول ان شاء الله اهو كده. ممكن مثلا نحط تشارت مثلا، احنا كنا قايلين ايه هنا؟ سيلز باي مانث، ان احنا ممكن نعمل هنا مثلا سيلز تاني باي مانث، اللي هو نعمل هنا اد شارت ونعمل دي كده اهو، خليها هنا كده اهو. هو سبحان الله جاب لي الديت، بس انا طبعا عايز السيلز باي مانث اهو. لا نخليها مثلا كوانتيتي اهي، ونشيل الريكورد كاونت دي، ونحط حته الداتا ليبل ده هو شو الداتا ليبل اهي، ونزود الحته دي كده الجزء ده كده شويه، ونخلي مثلا ايه التوب مثلا، نخلي مثلا اول خمسه مثلا، اول خمسه. فجاب لي اول خمسه من الشهور، ان شهر جولاي ده اعلى حاجه، بعد كده شهر مايو، بعد كده شهر نوفمبر. فاهمين قصدي يا شباب؟ انا للاسف ما كنتش عارف اعملها بتاعت التايم سيريس. طب ثواني كده نشوف التايم سيريس دي كده بتعمل، هي دي كده معفرطاني اوي التايم سيريس دي. لا شكلها لا صعب اوي. طب والترند؟ لا مش حلوة خالص. لا ده كده اللي هو اللاين تشارت،
لا مش حلوة. طب لو انا وسعتها كده على الاخر ايه اللي هيحصل؟ قال لي شهر 6. لا انا مش عايز دي بقى، انا عايزها بقى مش بالشهور بقى، انا عايزها تبقى الديسندنج بتاعها. انتوا معايا كده يا شباب صح؟ انتوا شايفين انا شايفه ولا ايه؟ كده. مش اهو، عايز بس اختار كلمة ديت دي كده ونعملها ascending، اللي هو طلع نزل طلع نزل ابريل اوجست. لا انا عايزه يعمل لي ال، لا مش عارف يعني، دي لسه ما وصلتلهاش عشان دي كنت عايز اعملها لكم بس مش عارف اوصلها. فنخليها مثلا ايه، نخليها بشكل تاني مثلا زي الكولوم تشارت اللي احنا كنا لسه عاملينها دي كده، ونخليها دي كده هنا كده. نرجع تاني كده لورا اهي، ونخلي دي كده بالطول دي كده بس، ونخلي مثلا دولت اكبر او اول 5 حاجات ستايلست، خليها مثلا اول 5 اول 6 مثلا. ولو عايزين طبعا الجروب الاذرز ماشي، لو عايزين نكومباكت النمبر نخليه مثلا الرقم ده كده مثلا، ونخلي الديسندنج بالتوتال، التوتال برايس مش بالديت اهو، يعني الديت توتال برايس خليه ديسندنج، يبقى على حاجة شهر جولاي وهكذا. وطبعا لو احنا عايزين نكبر الكلام ده شوية، بصوا يا شباب احنا كده يعتبر وصلنا الى مرحلة حلوة قوي. بص لما نيجي نعمل فيو هنا، بص لما نيجي نعمل فيو، انتوا كده شايفين الشكل ده يا جماعة؟ الو يا دكتور شايفين. معلش بس، هو انتوا شايفين الشكل ده كده؟ لما نيجي مثلا نختار على كلمة، تعالى نصغر الكلام ده كده شوية، ونختار مثلا الديت مثلا وليكن على مارش مثلا وجين، جاب لي الديت بتاعهم وجاب لي مارش وجين. لو اخترنا مثلا بيتزا نيم مثلا هو كاليفورنيا وايطاليان سوبريم، دي جاب لي الفروقات ما بينهم. اظن دي الى حد ما كده كويس. لو عايزين نرجع نعمل ريست، انا بس حبيت ان انا اشرح لكم شويه حاجات فيها بحيث ان الدنيا تكون الى حد ما شايفينها. وتيجي طبعا لو انت عايز تعمل ستايلست، ده اهم حاجه، بس نعمل ستايلست اللي هو يبقى اغلبيته كله، يبقى البوردر يبقى ده ويبقى واحد يبقى كله كده. للاسف هنا مفيش فورمات بنتر اللي احنا نقدر نعدل، يعني نعملها مره واحده ونجيب الفرشه. فاكرين الفرشه اللي بتبقى في الاكسل او هنا كده؟ فاكرينها الحركه دي اسمها فورمات بنتر. دي مش موجوده، فلازم طبعا كل حاجه تعملها بايدك. فاهو ده الشكل اللي انتوا شايفينه، ونعمل دي كمان كده هنا. نعمل الستايل ده برضو، نخليه برضو هنا البوردر، نخليه هنا كده ويبقى هنا واحد، وتبقى بالمنظر ده كده. كويسه ولا ايه؟ حد معايا تاني؟ يعني حد معايا تاني غير انتوا سامعيني صح كلكم؟ اصل انا شايف كلكم قافلين المايكات. الو الو، سامعيني كده يا شباب؟ معاك يا دكتور. ايه الاخبار؟ انتوا كده كويسين؟ يعني الحاجه كده كويسه ولا؟ انا يعتبر بس انا حبيت اوريكم لوكر عامل ازاي. الفكره كلها انك ترفعوا الحاجه على جوجل شيت، ومن جوجل شيت تاخدوا لينك عليها على لوكر، وتقدروا طبعا تغيروا الحاجه مثلا بتبقى عامله زي الباور بي اي، نفس الفكره كده. ازيك يا ابو واحد؟ نفس الفكره كده، وتقدروا تعملوا اكتر من حاجه. تمام كده يا شباب؟ هو احنا مش ممكن نشيل الخطوط اللي هي في ال اللي هي ورا دي؟ تعالي كده ستايلست، في حاجه اسمها جريد. ايوه اهي، خليها ترانسبيرنت. اهي وصلت كده يا ستي، ونخليها هنا كمان برضو جريد، نخليها كلمه ترانسبيرنت. اهي جريد، هي اسمها جريد، خليها كلمة ترانسبيرنت اهي. ودي احنا كنا عاملينها بالتوتال سيلز، معرفش ايه اللي جاب الكوانتيتي، هنبقى دي تبقى دي بالتوتال سيلز، توتال سيلز اهي كده بالمنظر ده. ممكن كمان بقى نشوف بقى الالوان. احنا كنا قايلين ان احنا عايزين نشوف الكالر باليت دي، اللي هو اللون الازرق بيبقى معاه ايه واللون الاحمر معاه ايه.
يعني مثلا نشوف مثلا اللون الأزرق هنا اللي يوافق معاه. ممكن الألوان دي، دي أو دي، فنيجي هنا كده ممكن نخلي ال احنا مختارين دي اهو اهو ده كده، ده اللون الأزرق الأولاني. ممكن نخليه مثلا اللون ده عبارة عن، ممكن نشوف برضو النبيتي، النبيتي ايه أخباره؟ حلو ده اللون ده برضو لحد ما، برضو اللون ده بيبقى سجالي شوية. ممكن نخلي الأزرق مثلا بدرجاته زي مثلا اللون ده مثلا. انتوا كده معايا يا شباب ولا ايه؟ انتوا سامعيني؟ انتوا ألو؟ ألو؟ أشير الماوس أهو، أنت كده شايف كده يا صبرا؟ تمام أهو. معلش أهو، نيجي في الستايل هنا، في هنا الجزء بتاع الجزء بتاع النمبر اللي هو شو نمبر، نخليه مثلا هنا في النص كده، بيبقى او كومباكت نمبر دي مثلا نخليها بال مقفولة، نخليها لا فرق واحد، والشو الاكسس بس كده، نخلي دي كده على جنب كده شوية بس كده. دي الارقام. بصوا لما نيجي نعمل هنا بقى للشير فيو، بصوا يا شباب ده الشكل بتاعنا. انتوا اكيد دلوقتي افتحوه من على موبايلكم، افتحوا كده ممكن كل الناس بعد اذنكم تفتحوا البتاع ده من على موبايلكم. صحيح. اهو افتحوه كده واعملوا حد كده يعمل ريفرش كده عليه. تمام. اعملوا فلتر، حد عمل فلتر ولا لسه يا شباب؟ انتوا عملتوا فلتر ولا لسه؟ فلتر ايه معلش؟ فلتر من فوق، الديت فوق اهي يا صبرا. تمام مش واخد بالي، عفوا. الديت اهو والحته دي، لما تيجي تمام. تفلتر على دي كده مثلا وتعمل تشيكن هيقول لك ان هي كده 11196000. لو انتوا اخترتوا مثلا وفكيتوا دي كده ورجعتوها تاني وعملتوا مثلا الهايت دي كده ابريل وجون، هتلاقوها ان هي عملت الفرق ما بين الابريل وجون. خدت بالكم ولا لا يا شباب؟ تمام واضحة كده. وضحت كده؟ معلش هو النهارده المحاضرة كانت ساكتة شوية، انا ممكن عشان كنت همدان شوية، انا متأسف. امبارح كان في ضرب نار والله، انا فعلا متأسف. انت صبر برضو كنت عايزني في حاجة انت اكيد، فان شاء الله مع بعضينا يعني. حاضر. بس انا فعلا متأسف والله، النهارده يعني امبارح بس والله كنت تعبان جدا، فحتى كمان قايم همدان والله العظيم، فانا متأسف جدا قسما بالله. يعني وان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا اكتر. انا كده عملت لكم، ثواني بس كده نزود دي كده تبقى اهي، ويبقى نخليلها بقى كده يعني الفتحة هنا كده ودي كده بس كده اهي، ويبقى الشكل بتاعنا اللي هو الشكل ده كده. دي كده بتبقى ابسط حاجة تقدروا تشتغلوا عليها على لوكر، تقدروا تبعتوها لأي حد. اللينك ده يا جماعة تقدروا تشتغلوا في أي حاجة على فكرة، يعني أهو مثلا ديسمبر مارش، تقدروا تشتغلوا بيه عادي. وصلت كده يا شباب؟ أنا بجد أنا متأسف والله، النهاردة فعلا كان في تعب شوية والله، أنا متأسف جدا ليكم. بس أتمنى تكونوا أنتوا استفدتوا شوية، يعني أتمنى تكون لوكر دي على الأقل خدتوا عنها فكرة وبعد كده تطوروا نفسكم فيها زي الباور بي اي وهكذا. فاتمنى ان انتوا تكونوا يعني خدتوا فكره عنها كويس، وان انتوا تقدروا تشتغلوا عليها اكتر. صح، نسينا نشتغل على ريبورت، نعدل اسم ريبورت بيتزا ريستورانت، بيتزا ريستورانت وخلاص بس كده. تمام كده يا شباب؟ اي حد عنده اي حاجه دلوقتي يسالها دلوقتي، انا معاكم دلوقتي اهو. الو، السلام عليكم. انا هعمل بس كده ستوب شير لحظه.
عارف انت. لا احنا مش انا صاحبي هنخلص دراعي كده. وعمي قرشي، انا صاحبي دراعي وعمي قرشي. عارف انت، سلام يا احنا صاحبي. اتعودنا، احنا عارف انت اتعودنا الخميس الجمعة والسبت، او الجمعة سبت اه والجمعة لا، حبيبي اتعودنا يا خلاص. صاحبي، حبيبي والله، والله العظيم انتوا على راسي من فوق والله. بس وحياة ربنا، عارف انت اللي هو ايه، انا حبيت بس اديكم. بص اقول لك على حاجه، صح يا صبره، الفكره عندكم، اقول لك بس الباتش ده بالذات مميز فيه، انتوا عرفتوا يعتبر كل حاجه، كل حاجه ليها نبذه كده، عارف انت، من كل بستان زهره، فاهم قصدي يا صبره؟ وانت بقى اتطور، مش انت جيت قلت لي، سالتني كده من فتره كده، قلت لي انا عايز حد بيشرح كويس داكس، صح؟ صح ليه؟ انا اديتك المعلومات بتاعه الباور بي اي، في طبعا تفاصيل بقى. ما انت، انت بص يا صبره، انت هتفضل طول حياتك بتذاكر، صح مش بهزر والله، انت شغال في والله تكنولوجي صح يا جماعه، فهموني، انتوا شغالين في تكنولوجي، انتوا الدنيا بتتطور كل شويه، انتوا فاهميني يعني، انتوا سامعيني صح؟ افتحوا بقى المايكات كده لحظه بس معاك كده هندسة مع معاك اخوكوا يعني، مع اخوكوا تحمينا. شويه. فانا قصدي ايه، ان انتوا دلوقتي انتوا شغالين في تكنولوجي، تكنولوجي يعني ايه تكنولوجي؟ يعني الدنيا بتتطور كل 5 دقايق بتتطور. فحبيبي والله يا ابو واحد، انا قصدي ان انا بتكلم في حته ايه، ان خلاص بقى دلوقتي في مرحله انت هتفضل طول حياتك بتقعد تذاكر. كان زمان كنا بنسمع عن مثلا ايه، الدكتور مثلا بيفضل يذاكر طول عمره، لا ده احنا كلنا بقينا نذاكر طول عمرنا. ليه؟ يعني بيقول لك مثلا الدكتور مثلا بيقعد يذاكر 7 سنين وما اعرفش بيكمل تكليفه ويقعد يذاكر، انت هتفضل برضه تذاكر، لان لو انت ما ذاكرتش هتقع. انت دلوقتي ممكن تقولوا لي كده، انتوا معاكم كام برنامج كده تحليل، كتحليل بيانات؟ ممكن تقولوا لي كده ايه الدنيا؟ انتوا معايا تحليل ولا ايه؟ البيانات مثلا ممكن اكسل ماشي اشتغل عليه تحليل برضه، والباور بي اي، ماشي وادي اللوكر او جوجل ستوديو، تمام. ايه تاني؟ وتابلو كنت جربت استخدمه بس ما مشيتش فيه قوي يعني، ماشي. ايه تاني؟ بس كفايه. باور وفي كويري، تاني ما باور كويري ده جوه الباور بي اي وجوه الباور وجوه الاكسل. فانت كده عندك اكسل، باور بي اي، جوجل شيت اهو، احنا لسه قايلين جوجل شيت اهو شويه اهو، انتوا خدتوا بالكم جوجل شيت. جوجل شيت تمام تمام بالظبط. جوجل شيت عندك ايه تاني؟ لوكر، يبقى كده اكسل، جوجل شيت، لوكر، باور بي اي، ادي كده 4، وطبعا السيكوال ادي كده 5، انتوا فاهمين قصدي ايه؟ وطبعا بقى المايكروسوفت اوفيس الباقي. انتوا مش بهزر والله، انتوا كده فهمتوا كل تفصيله في الـ مش تفاصيل بالتفاصيل، بس انتوا عرفتوا، عارف انت اللي يقول لك ايه، ذاكر 40% اكسل و20 و20 و20، 20 مثلا في المية سيكوال، 20% مثلا باور بي اي، و20% مثلا بايثون، و20% يعني، قصدي ايه، انت بتاخد من كل حاجه كده خطفه كده، بحيث لما انت تتزنق او تبقى عايز تعمل حاجه، ده محمد قال لنا ان في حاجه اسمها لوكر، تقدر ان انا ابعتها لمديري عن طريق لينك، فاهمين قصدي ايه؟ يبقى عندكم افكار، ما تبقوش مثلا مقفولين على الاكسل بس، فاهمين قصدي ايه ولا سلام عليكم؟ فاهمين وصلت تمام. ولا سلام عليكم يا صبر؟ لا يا ريس. سلام عليكم. انا عايزكم بس، وللاسف الاستغلال طبعا طبعا. بصوا يا جماعه، نصيحه من اخ والله ليكم، النهارده ان شاء الله تبقى اخر محاضره لينا، انا بحبكم في الله والله، انا فعلا فعلا يعني، انا عايز اقول لكم بس يا مصعب على حاجه، جمعيه رساله دي من الجمعيات اللي هي ساهمت في تشكيلي كتير قوي، وغيرت تفكيري كتير قوي في التريننج. انا بدي دلوقتي بقالي حوالي 4 سنين ونص من سنه 2020، انا فعلا فعلا والله مبسوط جدا ان انا اشتغلت معاكم، جدا 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 كجمعيه رساله، ومش عايز اقول لك يعني جمعيه رساله دي برضو وشها حلو عليا. فاتمنى اتمنى يعني ان شاء الله ان شاء الله، وانا كمان بحبك والله يا واحد، انا كمان بحبك قوي. فانا بس اديتكم بس شويه افكار كده عن كذا حاجه، اس كيو ال، اكسل، باور بي اي، لوكر، تقدروا بعد كده بقى تطوروا نفسيكم، تبداوا بقى كمان بقى تشتغلوا بقى على نفسيكم اكتر، الموضوع هيفرق معاكم جدا يا شباب. ف وده شرف لينا يا باشمهندس، وان شاء الله الرحله تستمر اكتر واكتر يا رب يا رب يعني، يا يعتبر رب اجازه بسيطه ونرجع اقوى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله، باذن واحد احد، باذن واحد احد، ان شاء الله ان شاء الله نبقى اقوى اقوى بكتير جدا، وربنا يكرم كمان نتعلم كمان حاجه اسمها بايثون، البايثون طبعا، وفي برنامج حبيبي والله يا ابو واحد والله ربنا يخليك بجد، في كمان برنامج شفته كده حلو كده اسمه التريكس، اسمه التريكس، شوفوه كده اقروا كده عنه، على كلمة التريكس ده برضو برنامج برضو بتسحب منه داتا وكده.
ف بس كده انا كده تمام، واتمنى اشوفكم على خير، اتمنى اشوفك على خير يا صبرا عشان انا بحب ان انا ارخم عليك شويه. اتمنى اشوفكم كلكم على خير والله يا جماعه، وربنا يرزقكم يا رب. ما تنسوش كمان بقى نتابع بعض على لينكد ان، عشان لينكد ان انا بقيت اكتف عليه جامد قوي الايام دي، فممكن وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمكم ان شاء الله كمان في شغلكم. ماشي يا شباب. عايزة اقول لحضرتك ان في بنات صحابي سألوني على لما نزلت الداشبوردز، سألوني على الكورس وقلت لهم على القناة بتاع حضرتك. انا بس عايز اوصل لك حاجه، ان صابر اساسا، صابر لو انت فاتح معانا، صابر صابر في واحده كلمته قالت له انا عايزه المركز اللي بيدي المكان ده، فانا اديت لها المركز اللي انا بدي فيه ده، فراحت مكلماني وبعتت لي رساله ورحت اديت لها المركز، وخلاص بقت دلوقتي مع المركز وخلاص يعني هتبتدي تحضر معانا. فيا رحمه لو في إن حد شاء الله. ابعتي له رقم تليفوني وانا، او ابعتي رقم تليفوني ابعتي له رقم تليفوني وانا ابعت له رقم المركز اللي بتعامل معاه، بس كده. تمام حاضر. انت اللي برضو الاعلانات بتاعتك اللي انت كنت منزلها برضو يا رحمه كانت بتخض برضو، بينك بقى على اخضر ليموني وحاجات حلوه كده. ف تسلم والله يا دكتور، تعليمك. انا بحبكم كلكم والله جدا، وربنا يا رب يبارك لي فيكم وربنا يبارك لكم في شغلكم ان شاء الله، واتمنى ربنا يكرمكم، واتمنى نكون اصدقاء على فكره، انا حابب ان احنا نكون اصدقاء. اكتر حاجه نكون متواجدين عليها هي لينكد ان، عشان ده طبعا ده بتاع الشغل بتاع البني ادمين كله، فاتمنى ان احنا نكون مع بعض عليه. تمام يا عم مصعب، انا مش شفتكش على لينكد ان يا مصعب. حاضر، هظبط بس الايميل بتاعه وابعته لحضرتك على طول. ماشي ماشي، بس شرف ليا الايميل طبعا. موجود بس مش اكتف او مش عليه اي لا حاجه. لا لا، ابتدي جهزه من دلوقتي. شرف ليا طبعا يا ابو واحد، شرف ليا طبعا يا ابو واحد. بس كده يا جماعه، فانا خلصت، وان شاء الله بارفع اسمها ايه المحاضرة، وإن شاء الله ربنا. والشكر لحضرتك على كل ما كنت محمد شرفنا بحضرتك. أنا شكرا جدا ليك والله يا عبد العزيز، شكرا يا جدا أستاذ ليك أنا محمد، يا قلب أستاذ محمد. أيوه، ماي سيكوال مالها، ما أنا قلت لك مع بعضينا أنا وأنت، مع بعضينا أهو. ماشي، حاضر والله. مش انا ما حضرتش المره اللي فاتت والله، سقطت مني، والحته دي بتاعت ماي سيكوال بتاعت عايز اخلصها. طب انا اقول لك على حاجه حلوه قوي، بصوا يا شباب، في برنامج حلو قوي او في موقع، بص خلي بس ماي سيكوال على جنب كده لحظه، في موقع اسمه اس كيو ال بولت، او ثواني اعملها لكم كده شير عليه لحظه، اسمه اس كيو ال بولت، بولت اهو ده، سامعني؟ شايف كده الفيديو كده، شايف قصدي الصوره دي دخلت عليه ده بس ما فهمتش منه حاجه الصراحه. ما هو بص هقول لك انا على حاجه، هو بيقول لك ايه السيكوال. طب ما انت ممكن في هنا في هنا ترجمه، ثواني كده يعني، انت مثلا لو عملت دي كده ودوست على كلمة كليك يمين وعملت اسمها ترجمة، هيطلع لك الترجمة اهي، شايفها؟ اللي انت مش فاهمه يعني، فاهم؟ تمام. فهنيجي هنا كده وهنيجي مثلا نبتدي ليسون 1، بيقول لك ايه أول حاجة سيلكت كويريز دي اللي هي استدعاء اهي، فهتيجي تقول له ايه؟ فهتيجي تقول له سيلكت كولوم وسيلكت اول وهكذا، فبيقول لك ايه؟ بص كده يا صبرا، انت شايف الحتة دي كده يا صبرا؟ تمام يا حاج صبر، خليك معايا، سيبك من معاك التليفون، تمام. سيبك من الحاجات اللي انت ماسكها دي. بص، فبيقول لك ايه، انا عايز اول حاجه فايند ذا تايتل اوف ايتش، التايتل ده الحركه دي كده يا صبره يعني اول، انتوا مين اللي كان معايا في السيكوال؟ الو، ايوه معاك، انت معايا يا رحمه؟ يعني فاكره الحاجات اللي انا كنت بشرحها ولا؟ شويه. بص ان شاء الله، هو قال لي دي كده سيلكت اول، فلما اقول له سيلكت تايتل او كده عدت اهي، تايتل ايه عدت. طب قال لي تمام. سيلكت فايند دايركتور اوف ايتش فيلم، طب نرجع كده في اول تاني، نعملها اول تاني اهي، دايركتور اوف ايتش فيلم، بقول له دايركتور، سيلكت دايركتور اهو، بصوا دي اللي احنا لسه فيها اهي، لما اجي اعمل دي كده اهي دايركتور، نقلني اللي بعديها، قال لي فايند ذا تايتل اند دايركتور، فاجي كده اقول له تايتل اند دي يعني كوما وهكذا، انت بتقعد تنقل يا صبره، فاهم قصدي يا صبره؟ يعني هو بيمشي خطوه خطوه معايا. ايوه، هم اهو تايتل اند اعمل يير، تايتل اند يير، هنيجي ناخد بدل تايتل ودايركتور هتبقى تايتل وير، اي يير اهي، اهي نقلت اهي، قال لي فايند اول انفورميشن اباوت اول فيلم، اقول له يبقى استريك دي اللي هي ايه؟ اللي هي توتال اول، صح كده احنا خلصنا، ننقل على بعديها. حلوه دي يا رحمه، تمام.
حلوة صح؟ ماشي ماشي يا سيدي حلو، بيمشي خطوة خطوة يعني، لما تنفذ خطوة بينقل على اللي بعدها. بالظبط بالظبط، هو ده الفكر. تمام كده يا عم صبرا؟ تمام فهمت. تمام كده كمان كده يا ريس؟ تمام يا ريس. تمام يا ريس. على فكرة في واحد لقيته بعت لي على لينكد ان اسمه خالد صبرا، فقلت انت اكيد ده اخوك، عمال ادور كده. ما هو اسمك برضو مميز زي تحسين كده، تحسين دي مش ايوه كتيرة. ماشي ماشي كده يا شباب، تمام، استأذنكم انا، استودعكم الله، وربنا يكرمكم ان شاء الله. معزكم يا شباب، أشكرك جدا، شكرا شكرا، جدا ليكم، انا بشكركم جدا كلكم. مع السلامة. ألف شكرا لك، تحت ألف امرك شكر يا لي، باشا، تحت امرك. مع السلامة تفضل. حبيبي حبيبي يا عبد الواحد، والله بحبك ان انت وانت بتتكلم كده كتابة، ما بتتكلمش صوت. حبيبي يا محمد، ربنا يا يبارك لك الحمد ويرزقك لله سلامتك ان الحمد شاء الله لله ان شاء الله. حبيبي حبيبي يا ابو واحد، حبيبي يا ابو واحد، لا انا بشتغل والله، بس انا متابع حضرتك كتابة بس، معلش. حبيبي يا ابو واحد، تحت امرك يا ابو واحد، تحت امرك. يلا سلام عليكم، سلام عليكم، ربنا يبارك لك يا محمد، شكرا جدا، شكرا جدا ليك، كل شكرا السلام. جدا، شكرا جدا ليكم.